انا امي الله يرحمها جالها كانسر، وفي عز ما هي كانت عندها المرض ده كانتش واحدة بتشتكي وبتاع كده، كانت تقوم تطبخ وتعمل الاطباق وترجع من جلسة الكيماوي تعمل لنا اكل. انا من وانا صغير كان حلمي ابقى غني، يبقى معايا فلوس كتير بقى وبتاع، خصوصا كنت بلعب كورة من انا عندي 7 سنين وكده، فكان هبقى ايه المليونير بقى اللي عنده 17 18 سنة. او كان كل ميولي في موضوع الفلوس دي ما كانش ان انا عايز اركب عربية حلوة، ولا انا بقى البنات تبقى بتحبني بقى وابقى عبد ومشهور وكده، كان دايما حلمي ان الفلوس دي هعمل بيها حاجات لاهلي حلو. فامي كانت تحب الخضرة والمية وبتاع، فكان حلمي ان انا بقى اول لما يبقى معايا الحاجات دي اجيب لها الفيلا اللي فيها الجنينة واطلعها حج وبتاع بس. و شكلها مش هتكبر. هي كانت على طول يعني تدعم حتة ان يعني الحاجة اللي انا بحبها، كانت يعني توديني التدريبات لما اصاب ولا حاجة، كانت تقعد معايا بتعالجني وكده. فانا كنت اظن ان انا ابر امي، فالواحد انشغل ان هو خلال الفترة دي كلها يتعب ان هو يروح يجيب الحاجات دي، وبعد ما راح جاب الحاجات دي بص ورا ما لقاهاش. جت عليا مرة كده قلت يعني ما هقوم اغسل لها الاطباق مرة بقى، يعني ما تخلي عندك دم يعني. فلما غسلت لها الاطباق وشفت في عينيها فرحة ان انا ساعدتها وشلت من عليها، حسيت ان طب ما كل يوم بقى. وفعلا قعدت اكتر من سنة وهي بتتعالج، كنت انا بغسل اطباق بس. بعد كده لما وقفت على نفسي قلت يعني كان لازم يجي لها كانسر عشان اغسل لها الاطباق؟ كان لازم تتعب عشان اقعد جنبها؟ قبل ما تتوفى بيوم، مش عارف ايه اللي جاب السؤال في دماغي اصلا، قلت لها انت راضية عننا؟ هما ممكن يكونوا راضيين بأقل قليل عشان احنا اللي عودناهم في حياتنا ان احنا نبقى مقصرين معاهم كده، فبقت الحاجة اللي هي اصلا اقل شيء يستحقوه بالنسبة لهم رضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال راضي من ألف ثم راضي من ألف ثم راضي من ألف 3 مرات. فالصحابة قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وجود أمك وأبوك في حياتك حاجة تستحق منك الشكر الدائم ببرهم. ايه اكتر شيء بتقدر تعمله دلوقتي حالا؟ انت دلوقتي حالا ايه؟ ايه دلوقتي حالا؟ هي يعني انت النهارده تبص ايديها ولا لا؟ النهارده قعدت تحت رجليهم ولا لا؟ النهارده اتكلمت معاهم ولا لا؟ حكيت لها في حياتك ولا لا؟ يعني هم عايشين فعلا معاك ولا لا؟ ان الاهالي مش عايز البر، مش ان انت بس تقعد تطبطب وتقول كلام حلو، البر انك تعيش معاهم اصلا. لكن احنا كلنا خلاص، احنا يعني انا ومصيبه ان انا بكلمك وهو كمان كده وعمال شايف، انا عامل كده مع والدي وهو عايش. بس سبحان الله ما سامحني. خلاص خلاص. احساسك اني في حد في ظهرك بيقويك،